دولتان عربيتان تواجهان أخطارا ومآسي في الشهور القادمة. توقعات ميشيل حايك الليلة على قناة الأبيض. مرحبا بكم متابعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من حلقات قناة الأبيض مع نوستراداموس العرب ميشيل حايك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. أرى أن الأردن سوف يشهد خلال العام الجديد رفضا ومشاكسات ومطالبات جريئة. الأردن سوف يتصدى لمحاولة تهدف لزعزعة الحكم. الملكة رانيا سوف تفاجئ كل الجماهير. العنصر النسائي في الأردن سوف يشهد بروزا كبيرا خلال العام الجديد على مستوى المحافل الدولية. الدبلوماسية الأردنية ستكون مهددة من الداخل والخارج. ظهور أحداث مفاجئة تخص قاعدة حميميم. ظهور حواجز ضخمة بوجه سامر الفوز. خلط أوراق اللواء علي المملوك من جديد. سيناريو عسكري استثنائي في سوريا يطال الذين كانوا مستبعدين أن يطالوا. إيران مجبرة على مغادرة سوريا. الحكومة السورية تطلق عددا كبيرا من الموقوفين. فاروق الشرع إلى الواجهة من جديد. عودة شخصية سورية بارزة من المنفى إلى الحكم في سوريا. ورشة دستورية إصلاحية واسعة يظهر فيها ليونة الرئيس الأسد بشكل ملفت من خلال ممارسة صلاحيات وإسناد صلاحيات أخرى لمسؤولين آخرين. إعادة النظر في القانون رقم 10 وزوبعة تخص مفتي سوريا الشيخ بدر الدين حسون. اليونيفيل في ورطة. مشهد غير مألوف في سماء لبنان. بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجي مع لغم. قصة سركيز لم تنتهي. عمل جريء يتسبب بتوقيف ممثلين ومخرجين. إحدى المناسبات ستكون ثقيلة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. نهار رياضي مأساوي وسقوط رمز أساسي من رموز الطائف. هلع وتدافع في سوق الأحد. تعكر الأجواء في عوكر. مناصر سمير جعجع في مشهد ثائر. بدء العد العكسي بمصير الفنان فضل شاكر. شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم ينتهوا. كشف محاولة لدك تحصينات الملك سلمان وولي العهد السعودي في الحكم. أوامر ملكية من فئة الألف تخص الساحة السعودية. اهتمام عالمي بمبنى وزارة الداخلية. الأمير محمد بن سلمان يخرق قرار الكونغرس الأمريكي. المفاجآت تحمل اسم تركي آل شيخ. مراكز القوى السعودي عين على محمد بن سلمان وعين على خالد بن سلمان. انقلاب المعادلة وعودة أحد الأمراء المستبعدين إلى الحكم من جديد. متابعة شعبية واسعة إلى بورصة أحد لاعبي كرة القدم السعودية. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها إلى العالمية. أحد الأعراس الدولية في السعودية سيكون حديث الناس. طائرة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق. يتردد بقوة اسم عبد العزيز الفضل الحارس الشخصي للملك سلمان. جامعة الأميرة نورة إلى الأضواء. محاولة اغتيال أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية. يتحول أحد الأعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي، والفضاعة بالموضوع هو الأسلوب الذي سينكشف فيه هذا الأمر والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من الأمير محمد بن سلمان. ما يشبه لقاء قمة الأقطاب في الحرم المكي. تصفية حسابات داخل الحرم المكي. هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيجعل الأمير محمد بن سلمان في سباق مع الوقت باتجاه العرش. يسخن ويولع ويجمر أحد الملقات ليتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن والأمير محمد بن سلمان. كل شيء سيكون متغير في الرياض. خبر عبور صحن طائر في السماء يهز المملكة العربية السعودية والمنطقة.
رمز ديني سعودي يعبئ المشهد. الملك سلمان يفاجئ المملكة والعالم، وترقبوا. جريمة كبيرة جديدة ذات صلة بمطار بغداد، واغتيال ديني يهز ويحرك الشارع. خطة وأكبر في سجن عراقي. جاي دور البرلمان العراقي والصورة رمادية تميل إلى السواد. مفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجماهيرية ستتغلب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل. مفعول رجعي مسلح على نتائج الانتخابات العراقية. ضجيج إعلامي عالمي محوره الأثار العراقية. طائرة لها علاقة بالكويت تثير الجدل. أمير الكويت يقاوم بصلابة. يفوز ولي العهد بأكثر من امتحان ويعكس النتائج. تبادر الكويت لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية. استبعاد مؤقت لرؤوس كبيرة من الفساد السياسي. المياه تحاصر الكويت. يقوم رئيس مجلس الأمة بعمل استثنائي لإظهار حقائق من خلال كشف المستور. فتح مخططات من صنع إحدى الدول هدفه إثارة الفتنة في الكويت. من جديد ظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية. قضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية خارج الكويت تحاط بقرارين خطيرين. تحبس الأنفاس في مطار ليبي. عملية تتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى، والمخطوف شخصية محورية في المسار الليبي. يلاحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر القذافي. من قلب مشاهد النار والدمار ستعج الصحراء الليبية بالسياح الأجانب. القضاء يطلب النجدة. من بين الألغام يعبر المشير حفتر إلى مرحلة المساواة على ملف الرئاسة. عملية خاطفة لإزالة أحد المرشحين للمنصب الرئاسي. يخوض سيف الإسلام معركته الرئاسية بظهر مكشوف، ورغم حظوظه الكبيرة والعالية يبقى معدل الغدر عاليا. اهتزاز عالم المال والبورصة في تركيا. أفق حدث يحرك ملف عبدالله أجلان بطريقة غير عادية. يضج العالم في قصة حول مصير أسامة بن لادن من جديد. عملية انتحارية بين طائرات وأرض ومطار. عيد العشاق يلبس طابعا آخر غير طابع الحب. الأهداف الإرهابية ستركز على دور الأزياء والعطور المشهورة في العالم. كاريزما رئيس حكومة كندا سترفع بورصة الخطر عليه. رصد غيمة نووية غير بريئة. انفجار بركان الشعب الفنزويلي. احتجاز رهائن في المطارات. بريطانيا تتعرض لخطر من معالم البشرية والثقافية تؤدي للخطر. علم داعش يدخل عالم الموضة. الإرهاب يطال سفينة ضخمة. في فرنسا فصل رابع من فصول الإرهاب والتركيز على معالم دينية إسلامية ومسيحية. نقطة تحول في الانتخابات الفرنسية. انذار لديزني لاند. بلبلة واسعة في إطار صناعة السيارات الفرنسية. في ألمانيا اضطراب مالي واقتصادي وخطة في عالم الطيران الألماني. استدعاء قوات ألمانية لمكافحة الشغب. كرة القدم الإيطالية تتصدر الأحداث. فضيحة في إيطاليا في أكثر من مجال واحتجاجات شعبية. الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني سيعاد فتحه من جديد. أول صدمة للصين من عالم الفضاء. ينشغل الرئيس الكوري بنفسه بدل أن يشغل العالم بنفسه. وطلب الحماية الأمريكية والصحية للشخصيتان من الكونغرس الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح قاس على روسيا. هيلاري كلينتون في كلام عن الفضاء والمخلوقات الفضائية وعلاقتها بالأرض. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.